تمام، ازيكم يعني وحشتوني. دي والله ما فاكر اللعبه دي احنا ما عملناهاش، لعبه جراند تراك سيميليتر 2. لعبه تقريبا من يعني 2023 نزلها تحديث، بس يعني ما كانش تحديث، هو كان في حاجه في الكلاود سيف جوجل فصلحوها، فاللعبه دي نزلها تحديث بعد ما نسيوها تقريبا كتير قوي كبير، يوم 3 سبتمبر، يوم 3 سبتمبر او 5 سبتمبر هو الشهر ده، احنا في اخر الشهر دلوقتي. والله كنت عايز انزلها بس يعني يلا الحمد لله جت فرصتها بقى دلوقتي. فانا كنت متردد عن يعني هنزلها ولا لا، بس قلت انزلها. ده ما نزلناش غيرها العاب شحنات عندي في القناه غيرها، فتحديث غير فيها اصوات الشحنات، غيرها هي ذات نفسها، ضاف فيها طرق جديده، غيروا الخريطه، فتحديث فعلا كبير كبير جدا. فمش والله مش فاكر اخر ده كان في تحديث في 2022 حاجه كده، يعني اللعبه دي بقى لها 8 سنتين او سنه ما نزلتش ولا اي تحديث. فخلينا نشوف. ودلوقتي مش عايزه اخد الشحنه بتاعتي مع النيله 60 دي، يعني نشتغل في شركات الناس، نركب عربيه عيله كده حلو. طيب سمول لارج، خلينا بدي التشيك والارجنتين. انا عايز عربيه يعني ايه تكون مرسيدس. ايوه في مرسيدس بس مستفيدها قليله دي. استنى نتاكد من الجرافيك بس تاني احنا ازاي. بس هو قال لي ميديم هاي. ايه ده في ايه؟ استنى هاي 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 عطاها هاي. بس انا عارش بحس الزيوشن ميتها، شايف الزيوشن هاي يعني ماشي. المود ريل تايم شادو اضيف ياس ضيف. طيب زينوشن نجرب كده. ايوه كده اتعدلت هاي ماشي. يلا بينا بص على الشحنات بالمرة الجديدة. استنى السوق فالسوق بقى تعمل لك سبسكرايب شير، شوف ايه اللي هيحصل. 36,000 57. يعني احنا عشان نشتري حاجة عدلة محتاجين فلوس كتير. انا كنت جمع 18,000 جنيه بس. براند 2024 دول. طيب احنا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. طب في حاجه هنا في امريكا يعني حلوه بعربيه شحنه سريعه كده كويسه. اوبا انا كان نفسي اجربها دي. استنى يا عم اوفرلود، مش لازم اوفرلود، انا هاخد فلوس. اوفرلودد اوفرلود يا حاج. استنى اوفرلود خليها باللغه لان ايه ده جديده. طب نجرب وانا مش فاهم ايه الصراحه. اللعبه دي نبتاج بس لا جديده. طيب نجرب كده نشوف ايه اللي هيحصل معانا. ما دخلتش جوه، مش عارف شكلها بقى من جوه عامل ازاي اساسا دلوقتي. جاه كتير نبتاج. طيب يجهزوا الدنيا كالعادة يعني. طيب اللعبة بجد حلوة جدا يعني، بس لو كانوا اهتموا بيها يعني وحدثوها زي باقي الألعاب تراكس زي تراكرز في ايروب 3 حلوة مشهورة برضو. والله يعني تالتة بتشتغل عندي بجرافيك ميديم مع برنامج التسجيل ما بتشتغلش اساسا. كنت عايز انزلها بس منفعش، هي بس متأخروا عليها الصراحة. يعني في انتوا بتتحكم كل حاجة في العربيات خبط تتكسر حقيقي زي الحقيقة، وبنزين وزيت ونفخ كاوتشات كل حاجة. يعني كان ناقصهم يعني دي في خرايط يحدثوا الجرافيك يخلوه واقعي اكتر. هو زي حلو يا ريت تكملوا بقى. يعني ما عتبوهاش لحد دلوقتي لسه يعني لو نقعدوا ينزلوا في كل تحديث سنتين يا نهار اسود. طب مش هنزل وقت تحت ست اساسا. ما خلاص يا ابو حاجه بقى خيرا. طيب انا كان نفسي اشتريها دي اجربها.
طيب عشان تبت لك طيب ولا ايه؟ ماشي. شد شد شغل الانوار. تمام ماشي، دي على حاجة. طيب استنى طيب خرج. ايوه هي دي بتاع معانا. ماشي طيب بتاع معانا، نبدأ ندور على الشحنة. لا لا والله بسم الله، شغالة جرافيك هاي حلو. ايوه شوفها. طيب بس ما اعرفش، بحس الريزوليوشن العناية اللي باظت لما رحت المدرسة ولا مش عارف. 62 في ايه؟ مين بيخبط؟ استنى في ايه؟ اوبا، وطريق ترابي كمان وبالليل. هي ماشية كويس؟ كان في عم بيخبط حاجة بتخبط ولا مش عارف. أنا ينفع أرمي البضاعة؟ لأ، إيه ده؟ أرميها إزاي؟ لأ ثانية عامة، أرميها بس. طيب أنا عامله هاي ده، كنت بعمله مدي بس كده. ده واحد لا لعبة الحلوة والنحو، ندي إشارة نخلينا ملتزمين بالطريق. شد شد يلا. ايوه شغال. دوس رايس، دوس يلا، دوس دوس. تيجي تيجي الغير السادس السابع في حتى 15% لسه دس. طيب هدي 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 هدي، توشح بل ما تقلبش من أول. لا يمشي الفيديو حلو جدا. اوكي الو. عباخ شحنة اخرى 120 بنزين اللي بنص. عاوز نمنا نفوت. ماشي صوت الخبط ده برضه ايه مش عارف. مش شغالة كويس بالجرافيك. لما حسنوا الجرافيك ممكن الهاي دي يعني بقت ولا حاجة. طيب نحاول بعد ما خلصت يعني نخش مثلا اجيب جرافيك فيري هاي، شوف تشتغل ولا لا. بس انا مخرب بيتي ايه. خلصنا الفيديو بأمان، حصل حاجة يعني. اوكي خمسين كيلو لسه كتير. تقولي لنا نفس الطريق لسه اللي هنطلع ده صح؟ هو مفيش غير بس يا عم. هوبا 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 اندر. هو نفس الطريق واحدة 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 واحدة. مشكلة هدي هدي نلبس في السوق. احنا ماشيين كده 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 كده. لا والله مش موجودة.
الطريق اللي انا قصدي عليه فين؟ استنى، وكان تحت كده. ايوه هي بتاع الملوليه وتحت. طب يبقى حسن يعني غيروها دي. سجين كل ما تاخد مهم. كنت بقرا الخرائط الكبيره او اللي هي بتعدي 600 كيلو دي، عشان دايما لازم تعدي عليها بالطريق. ليه طريق رخم اذا كان انت طالع وانت نازل؟ كويس مش عادي عليك. والبنزين بيقل بسرعة قوي. والله خلصت. استنى يا ريس، مع السلامة. توصل بالسلامة. شايف لما تبنزين بتنور؟ خلص هتنور قريب، هتنور خالص يعني. اوكي وايه ده بيركض ده؟ مش عشان احملها زياده يعني. انا وايه استنى ايش 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 ايش. قبل ارجع بسرعه، ارجع بسرعه، ارجع بسرعه، ارجع بسرعه. طيب يسحب دي فصلت شغال. مش موجود الحوار ده زي ما ضفة واقعية زيادة حاجة كده. عسل حيوان ايه ده بتاعنا؟ البس عصا عشان نفتح البخور عشان نوصل كده. تلفتها وكتاسها تسعة شدي عش. ليش طيب لا شد. ايوه عشان ما تفصلش. لا مش نحتاج. انت كده هنضط فوق الجبل ننتحر كده. شد اوبا طريق الجبل. البدل يخلص واحنا على الجبل ده. ده يعني ده اللي ناقص الصراحه. طب بالراحه بقى عشان ايه طريق اساسا ماشي على الخرف يعني. ازاي عملوا اسفلت والطريق هنا؟ بالراحة بالراحة بالراحة. والله تنفع صورة حلوة. استنى طيب انا واقف على القرف. اوه شت هوبا هوبا هوبا. لفكر انت راح. لا ما تتسلميش منها. ما تتسلميش بعد ابوك. ده ينفع اخرج وسايق صح؟ ايوه عايز احاول ارفع الجرافيك بحس وحش الصراحه. فنشوف هينفع ولا هتعلق. طيب صلى على النبي. شغاله ماشي زي ده. طب بتغلط في الحيط ما شاء الله جامد. انا مش كنت بالحيط ماشي الناحيه الثانيه وعكسوني ولا سنة كده يا شيخ مش عارف. طيب ده حلو كده. والله ما حاسه هو مش عارف. انا رفعته فيري هاي والله. طيب نمشي مش مهم بقى عشان ايه محتاج بنزين. بنزين ده مش هيكفي. شكلي هقف على الجبل طول حياتي. بس هي شغاله فيري هاي ده حاجه عجباني. شد
بارمز بقى. ماشي دوس دوس. في بدلة في الطريق. طيب 118 كيلو عشان شكل البازون هيخلص. 118 مش هيبقى مش هيكفي فعلا. مش فاكر كان في بدلة في الطريق ولا لا، او في اول ما بدأنا. اي والله احنا شكلنا البنزين هيخلص مننا، فاحنا يا البنزين بقى الحلقة دي. لف 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 يا ولي. يا نهار اسود والله، بتاعش مش هتقدر يستغيث خالص. موتنا والحمد لله. ده بقت فلة طبعا، بيستغيث دلوقتي طبعا. مش موتنا الريزيتير عايش ولا ايه اخباره؟ باص 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 باص. لو بدنا هناك شكل الحلقة اليوم مش هتكمل، والنعم شكل الحلقة اليوم مش هتكمل عشان ساعات ما بيصلحش. ساعات مش عارف ليه ما بيصلحش الصراحة، بس ساعات ما بيصلحش يعني. يعني وقت انا محتاج بنزين، محتاج بنزين دي مشكلة. الوينش جه هيسحبني، هو هيسحبني ازاي بالحمولة اللي معايا مش عارف، بس هيسحبني. الله اقرب ما كان في محل، اقرب محل تصليحات بقى. وصلنا لحل التصليحات الحمد لله. يلا الحمد لله على السلامة يا جماعة. طيب الوينش بيفكني كله تمام. يلا مية مية، ربنا يستر وتتسلح الحلقة. ما شغلها باظت كده. صلح الأول البادي، هو أنا ما ينفعش حاجة تقريبا. تمام الحمد لله، هنعرف نصلح البتاع. أحلى حاجة إن كله على حساب صاحب المحل. أنا ما بدفعش حاجة، الشركة بتدفع كل حاجة. مش كده دلوقتي، أنا محتاج بقى إيه نيل البنزين ده. هو النيلة البنزين احسن حمولة معايا. حمولة ايوه اتفضل ندور. يلا طيب 300 كيلو على البنزين يا عم بقى، حرام عليك. هو 300 كيلو على البنزين؟ ده انا محتاج بنزين. طب والحديد خوفت دلوقت مكسرة، بس شاطئ الحمولة شكلها بتتاخد مش هاخد فلوس. وفي تكبر كمان اتمطط حبيبتي. يا ريان وهي بتطورها من الاول عشان انا ماليش دعوة بقى. يا عم مش تخلص تخلص مش بنزينة؟ بنزينة تاني 600 كيلو دي؟ لا والله انا معايا بنزين اساسا 77 كيلو، والحمولة بعد ما هي صارت 169 كيلو. محتاج بنزين ده ينفع كده؟ محتاج بنزين. بنزين في اقرب وقت كمان. المدينة دي كلها مفيهاش اي بنزينة. ايه الصحرا اللي انا فيها دي؟ يا بايظ اساسا. وده هو ده اللي بيعمل الصوت. اطلع سبعين كيلو شوف بقى. نعم ثانية واحدة ثانية واحدة. 300 كيلو يا سلبتك. 300 الا كيلو. هو ده رجعني ورا. لا ده رجعني ورا كتير 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 جدا. انا بلعب كل مع نفسي. انا البيت طويل قوي. اشوف فيك يوم لبعيد.
هلعب 300 كيلو. وقف يا عم في البنزينة النيلة دي. في ايه اللي بتصوت؟ انزل انزل فاول. غير زيوت. مش عارف الزيوت منين هنا. ماشي ده طيب. البنزين تانك البنزين الحتة التانية يا بالظبط. ولا فين تانك البنزين عن حضرتك؟ يعني نفسي افهم اين هو تانك البنزين. طيب اهو دول يا عم دول عشان نخلص. ماشي انا المفروض العب كل ده دلوقتي. العب ايه كل ده؟ ده بنوصل بقى اجيلكوا بقى. طب بقول لكم ايه، ما ينفعش اكمل الحلقه الجايه. الجو تتفجر الحمد لله. الجو تتفجر هات يا عم. الجو تتفجر وفي كاوتش ما شاء الله شكله يموت يعني. انا تعبت ولا تعبت؟ ايه اللعبه دي؟ لكن انا بتوصل وانهي المهمه والفيديو. دول رجعوني هنا تاني. الطريق الريخي اللي انا ما بحبوش ده بتاع المطلع. كده كتير عليا مش عارف شكلها ايه بس هو طالع. حاول اطلع واجيلكوا بقى اول لما اوصل. طيب ايه انت مش شغلت؟ انت مش شغلت جزء من الطريق ده؟ انت ماشي على 90 بنخمس بالشاحنة تقريبا. اظبط بقى اظبط بقى اظبط بقى ده في التكتك. والله ما راح اصلح اصبر من بقى فاهمه طيب لقيت بنزين الحمد لله بعد يعني هتوفر لي 193 كيلو. بعد دفعت فلوس رحت له معايا 12000 جنيه. معايا كام؟ 12000. طيب كده ولسه قدامنا 110 كيلو بدل 200 لا 300 كيلو. يا حلو لما اوصل برضه هرجع لكم يعني. طيب مختفى في الطريق. بص على رايس بص على بابا بص على حبيبي بص 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 الفيديو بقى كام؟ لو مش هصلحه انا مش هصلحها تاني. كده 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 ماشي لسه باقي 80 كيلو. لا للأسف كفاية. طيب باقي 10 كيلو انا صرفت كتير قوي ومش هاخد فلوس اساسا يعني. الوقت عدى بقالنا كتير فمش هاخد فلوس. اتخطت بالشحنة ماشي. في القصار عشان الفيديو بقى طويل جدا 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 يعني. بس عم تشوف في الاخر اوكي هذا انا لو رفعت الصندوق الان بس ماشي نصف الحتة يعني رفع الصندوق كده.
مش شاطر. ماشي مش شاطر. هو 3600 بس، وانا صارف اكتر من كده 100 مرة على الرحلة الاساسية. تارا. طيب كفاية كده، رب يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجة مشتركة، لايك سبسكرايب شير، لازم من حلقات تانية ولا لأ. ويلا شوف فيديو جديد ان شاء الله. سلام. لا ده بقى، يلا سلام.